مشاهدينا على الوطنية الثانية، أهلا وسهلا بكم إلى إياب الدورة التمهيدي الثاني لمسابقة كأس ربيعة الأمطار الإفريقية، تجمع على ملعب الشهيد علي عمار في أول مواجهة رسمية لفريق المولودية الجزائر. في شوط أول كان أنت على نتيجة التعادل 0-0، ممثل كرة القدم التونسية الاتحاد الرياضي المنسيري قدم مباراة تكتيكية في الشوط الأول اللي انتهى على نتيجة 0-0. نعرفوا لقاء الذهاب كان انتصر الاتحاد الرياضي المنسيري على مولودية الجزائر هدف مقابل 0. إلى حد الآن الأمور ماشية كيف ما يلزم لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري ولأبناء المدرب محمد الساحلي. هذا مذكر بعجاله تشكيلتي الفريقين، بدايه بالفريق الاتحاد الرياضي المنسيري في حراسه المرمى سليمان غربال السلطاني زيكي الميلادي اوركومان حاج علي جبالي الجفالي الحارزي المستوري، تشكيله الاحتياطيه كحارس مرمى ثاني عبد السلام الحلاوي يوسف الحرش لؤي تراعي اياد الحاج خليفه ريان عزوز انس بوعطي مالكوم الحميدي ورائد الشيخاوي والمدرب هو محمد الساحلي. تشكيله مولوديه الجزائر في حراسة المرمى موسوي عبد اللاوي بالخماسة مزياني زقرانا موالي غزالة حليمية كبري زينون زكريا نعيش وأمين ميسوسا. وفي هذه الآونة يعطي الحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل مجريات وحوار الشوط الثاني التونسي الجزائري بين مولودية العاصمة الجزائري والاتحاد الرياضي المنستيري في إياب الدورة التمهيدي الثاني لكأس ربيعة الأبطال الإفريقية والأندية التونسية. ألف ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي المرور إلى دور مجموعات كأس ربيعة الأبطال الإفريقية، وكذلك أيضا لفريق النادي الرياضي الصفاقسي بعد تفوق اليوم العشية على ملعب الطيب المهيري على روكينزو البوراندي يوصل إلى دور مجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية النادي الصفاقسي. إن شاء الله ينسجل اليوم الاتحاد الرياضي المنسيري ويعود بطاقة العبور إلى دور مجموعات ربيعة الأبطال الإفريقية، وغدوة إن شاء الله من العاصمة الجزائرية الاتحاد الملعب التونسي يعود بانتصار ضد اتحاد العاصمة الجزائرية. وشوف بصراحة في صور تأتي من أنصار الشناوة، شوف يعني سلامة اللاعبين قبل كل شيء. يقول الحكم توم أبو نجيل كما شاهدوا يعني المفرقعات، وشاهدوا أيضا في حاجات خارج عن الاطار الرياضي وقت توجه زي موزيس اوركوما. وشوفوا لاعبيه الاتحاد الرياضي المسير ايضا مولوديه العاصمه الجزائري. هوني نجم يعيط للقائد، ينادي للقائد الحكم توم ابو نجيل او بيكو اثناء تنفيذ التماس لمحمود غربال، والضغط بصراحه من جماهير فريق مولوديه الجزائر او يدارك الامر. ويمشي محمود غربال تنفيذ التماس بجانب فريق الاتحاد الرياضي المنسيري، وهذا جانب وفكره ولمحه عن انصار الشناوه انصار مولوديه العاصمه الجزائري. يحضروا بقوه بصراحه اليوم في ملعب علي الشهيد علي عمار في اول مواجهه رسميه للمولوديه على هذا الملعب. هذه كره ترجع للفريق الجزائري، ما ياخذهاش بالراس زكريا نعيشي، واحده من المحاولات الاخيره اللي يبدا بها الشوط الثاني للفريق الجزائري. زكريا نعيشي امامكم كانت له تجربه سابقه في البطولة التونسية مع النادي الافريقي، وهذه أول المحاولات تأتي بعد التوزيعة بالطيب المزيد. ما ياخذهاش بالراس، ما ياخذهاش بالراس زكريا نعيشي، واحدة فقط من المحاولات للفريق الجزائري المودي. هاي التوزيعة وهي الإعادة للرأسية ما ياخذهاش زكريا نعيشي. ترجع الكرة من جديد للاتحاد الرياضي المنسيري من ايمن الحارس، يلعب بسرعه حليميه التماس تقطع لي امين ميسوسا من موزيس كوما، موجوده المخالفه صفر المخالفه الحكم الجنوب افريقي توم ابو نجيل على النيجيري موزيس اوركوما او يرتكب الخطا ميسوسا في مره ثانيه زوغرانا الايفواري على النيجيري في الحوار الاخير الحوار الافريقي نيجيري ايفواري. حتى دخل على موزيس كوما، هذه كره الاتحاد طويل على حازم المستوري سيلة في يد الحارس توفيق موساوي. الضغط من انصار فريق مولودية الجزائر على الملعبية بدا مع بداية الشوط الثاني. هذه كرة إلى كبري جونيور، يلعب الكرة من اليسار إلى حمزة موالي، التوزيع والتدخل من محمود غربال. غربال يحط
الكرة في الركنية، ركنية للفريق الجزائري أبناء المدرب الفرنسي باتريس بومين، أكيد بالأزرة الجماهيرية والضغط اللي قاعد يقوم به الجماهير الجزائرية أكيد يخلي محمد الساحلي يغير. وهو التغيير أول تغييرات المباراة من جانب الاتحاد الرياضي المنسيري، شاهد في ريان عزوز ياخذ مكان شهاب الجبيلي. أول التغييرات ريان عزوز مكان شهاب الجبيلي، التغيير الأول يدفع به محمد الساحلي، يخرج متوسط ميدان هجومي شهاب الجبيلي، يدخل ريان عزوز في أول مباراة لي مع الاتحاد الرياضي المنسيري. قاعد يمتص في ضغط المولودية، كيف يمتص ضغط المولودية في أواخر الشوط الأول، قاعد يمتص في ضغط المولودية مع بداية الشوط الثاني. إن شاء الله الاتحاد الرياضي المنسيري ما يتأثرش بالظروف وبالضغط اللي قاعد يسلطوا جماهير الفريق الجزائري مولودية العاصمة، وهو تقريبا أكثر من 40,000 مناصر حاضر على ملعب الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت. هذه الكرة ترجع من جديد إلى معز الحاج علي موزيس الكوما، والكوما إلى فرط السلطاني، السلطاني مستشير الكرة إلى أيمن الحارس، يقول الحكم توم أبو نجيل التماس يعود للفريق المولودية. وتل الجزائر الموسم الفارط يتحصل على اللقب الثامن في تاريخه، وخسر كأس الجزائر ضد الشباب في الوزداد السربي، الفريق الأخوي أيضا في الجزائر، كيف اتحاد العاصمة ترجع عندنا الكرة من جديد إلى كيبري جونيور، التوسيعة بعيدة على مرمى الحارس أحمد سليمان، هو أمامكم كيبري جونيور كمل الثامن في ترتيب الهدافين في البطولة التنزانية الموسم الفارط، هداف فريقه التنزاني أزام 9 أهداف، كيبري جونيور الإيفواري. الكرة ترجع لأحمد سليمان، أحمد سليمان يطول الكرة لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري، يحط هذه المشاركة الثانية في رمية الأبطال، المشاركة الأولى كانت في 2023، كان الاتحاد الرياضي المنسيري خرج على يد الأهلي المصري 1-0 في بنجانات و 3-0 خسارة في مصر، وقبلها كان ربح الجيش الرواندي 1-0 في 3-0 في المسير، وخسارة في رواندا 1-0. يعني مشاركات الاتحاد الرياضي المنسيري في رمية الأبطال الإفريقية. الكرة ترجع من جديد إلى محمد رضا حليمية، حليمية يوزع الكرة ترجع من مالك الميلادي، الميلادي إلى معز الحاج علي، يلا يا معز طول الكرة ممتازة إلى ريان عزوز، الريان عزوز إلى أحمد الجفالي، أحمد الجفالي باهي المراوغة، باهي المراوغة بموالي، حضر الكرة إلى المهاجم عازم المستوري، لكن ترجع من زكريا العيشي، العيشي بسرعة إلى الطيب المزياني، الطيب المزياني قدم له يا موزيس الكما، طيب المزياني يفتح الزاوية يلعب مع كبري جونيور، تدخل في وقته من زكي، الضغط قاعد يضغط فريق النمسية في هذه اللحظات، إلى محمد زوجرانا، زوجرانا إلى محمد رضا حليمية، حليمية بلمسة خماسة زوجرانا، زوجرانا يغير تماما إلى أيوب عبد اللاوي، أيوب عبد اللاوي قاعد يضغط الفريق الجزائري، والنية هي الوصول إلى مرمى الاتحاد الرياضي المنسيري وإلى شباك أحمد سليمان، لكن الاتحاد الرياضي المنسيري لحد الآن مستبزل دفاعيا وقايم بواجبه الدفاعي. هذه كرة ترجع من جديد اليسار إلى حمزة مولي، يوزع الكرة ياخذها فرطة السلطاني بالراس، بعدها ياخذها محمد زوجرانا، زوجرانا الكرة الثانية ياخذها يلعب مع محمد رضا حليمية ويقطع الكرة، يرجع أيمن الحارس يضغط على حليمية يحط الكرة في التماس للفريق مولودية العاصمة الجزائري، يلعب الكرة من جديد إلى زكريا نعيشي، نعيشي مع حسوس اللاعبين من الاتحاد الرياضي المنسيري، موزيس يخرج موزيس الكما إلى محمد بن خماسة، يغير يمين يسار الفريق الجزائري، تصويبة من أيوب عبد اللاوي، التصويبة محاذية لمرمى أحمد سليمان، محاذية لمرمى أحمد سليمان، هاي تصويبة أيوب عبد اللاوي التصويبة، والكرة محاذية لمرمى الحارس أحمد سليمان، ما يزالش تعطي حتى فرصة لأحمد للفريق الجزائري باش يصوب، ولي أمامكم اللي كان على الرسول
الدلاوي دخلت الشوط الثاني الفريق الجزائري قوية بصراحة. أحمد سليماني طور الكرة، ترجع من أيوب غزالة بلمسة الكرة للفريق الجزائري، يقول الحكم توم أبو نجيد ارتكاب الخطأ من قبل ملك الميلادي، تدخل على محمد أمين مسوسة يكون مخالفة، مخالفة للمولودية. ومحمد بن خماسة أمامكم على الصورة، محمد بن خماسة متوسط الميدان الدفاعي كيف وكيف محمد زكران الإيفواري شكله متوسط الميدان الدفاعي في فريق المولودية. هذه الرأسية يخرج أحمد سليمان بالبوكسي ممتاز بعد الكرة إلى أيمن الحارسي، حارسي توصل الكرة ترجع إلى أيوب عبد الناوي، موجودة المساحات إلى باهي معز الحاج علي، إلى مرت معز الحاج علي، موجودة المساحات الخلفية، قاعد ينزل أيوب عبد الناوي إلى الهجوم يخلي في مساحات للتالي، أكيد هذه ينجم يعملها كان مدافع بتوصيات من المدرب باتريس بوميلي، يخلق التفوق العددي حب الفريق الجزائري. وإصابة الحارس أحمد سليمان، إن شاء الله سلامات للحارس المستقبل الاتحاد الرياضي المنسيري ابن مدرسة النجم الرياضي الساحلي، بداية موسم مبشرة لأحمد سليمان مع الاتحاد الرياضي المنسيري. إلى حد هذه الدقيقة عنده تروا كلينشيت موجودة في رابطة الأبطال، وذيفورة بكلينشيت ضد في البطولة المحلية ضد النادي الرياضي البنزرتي في الجولة الافتتاحية على ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. وهذه فنيات أحمد الشافيلي، الشافيلي عنده فنيات وعنده سرعة ينجم يعاوننا برشا بصراحة في هذه المباراة، شريطة أنه تصلوا الكرة كل كيفية لازمة ينجم يخلق نختار أحمد الشافيلي. هذه كرة من أيمن الحارسي ما تصلش، حاب يلعب الكرة إلى حازم المستوري، يخدعها محمد زكرانة، زكرانة يغير إلى أيوب عبد اللاوي، كيبري جونيور لليسار إلى حمزة مويلي الظهير الأيسر، حمزة مويلي يطور الكرة إلى زكريا العيشي، زكريا العيشي إلى محمد رضا حليمية، التوزيع محمد رضا حليمية ما زادش البعض يخرج أحمد سليمان، باهي الكرة بعدها سيكي، سيكي شتت الكرة الأخيرة حتى في الركنية، هاي التوزيع محمد رضا حليمية، السيكي يخدع الهجمة على هجوم الفريق الجزائري من قدام، محمد أمين السوسة يخدعها سيكي، الكرة يحطها في الركنية ما يلزمش البعد أكثر في الدفاع في الأولاد. هذه كرة زكريا النعيشي رجع الكرة من جديد، التصويبة من السوسة، الكرة إلى فابريس سيكي، سيكي يلعب الكرة مع معز حازم المسوري إلى أوركوما، ما توصلش الكرة، ما توصلش إلى أيمن الحارسي، يقطعها يقطعها المدافع الجزائري. والله نجم نسجلوا أهداف خاطر الفريق الجزائري قاعد يخلي في مساحات خلفية. هذه الكرة إلى ريان عسوس، عسوس الكرة إلى معز الحاج علي، الحاج علي إلى حازم المستوري بالراس، حازم المستوري بالراس فوق مرمى الحارس توفيق مساوي. هذه أول المحاولات للاتحاد الرياضي المنسيري، توزيعة من أيمن الحارسي والرأسية من حازم المستوري، زوز تغييرات دفعة واحدة يدفع بهم بومان، شاد في أكرم بوراس، أكرم بوراس ياخذ مكان الطيب المزيري، أكرم بوراس ياخذ مكان الطيب المزيري، تغيير هجومي ويخرج كيبري جونيور، كيبري جونيور يدخل أكرم بوراس، كيبري جونيور أكيد غاضب المدرب باتريس بومان على كيبري جونيور، يدخل باكين وأكرم بوراس وشاد، وشاد أيضا أسامة بن حوا رقم 28 هو اللي يدخل أيضا مكانه، أسامة بن حوا كان سجل في لقاء الإياب في الدور التمهيدي الأول ضد فريق واتانجا الليبيري، أسامة بن حوا واحد من اللاعبين الناشئين، اللاعبين الشبان اللي طلعهم فريق مولودية الجزائر إلى سيف كامل، أسامة بن حوا اللي كان دخل كما قلت أسامة بن حوا دخل، أكرم بوراس أو بن حوا دخل مكان طيب المزيري، بوراس دخل، أكرم بوراس دخل مكان كبري جونيور، زينون الإيفواري ترجع الكرة من جديد، الجزائرية ترجع الكرة لفائدة المولودية، أيوب عبد اللاوي، محمد بن خماسة، بن خماسة إلى أيوب غزالة يطور الكرة من جديد الفريق
ولودي تاع الجزائر المعزل الحاج علي ما يلزمش نخسروا برشا كرات في الوسط. هذه الكره هذه بتاعها اكرم بوراس، اكرم بوراس يغير تماما لليسار من حمزه مويلي الى اسامه بن حور، يرجع الكره من جديد الى حمزه مويلي بلمسه، الكره ترجع من جديد الى زكريا العيشي، زكريا يرجع الكره الى اكرم بوراس، اكرم بوراس المنتدب الجديد للفريق الجزائري مدية العاصمة الجزائري، واحدة من الاستخدامات الجديدة في ميركاتو الصيف لفريق مدية الجزائري. هذه الكرة بالجديد الاتحاد الرياضي المرسيلي، هربت الكرة، هربت الكرة على مواجهة الاتحاد الرياضي المرسيلي أحمد الجفيري، ثم كرة ثانية، ثم كرة ثانية بعد المدافع عن فريق الجزائري. الكرة بالجديد إلى أكرم بوراس لكن تقطع من الاتحاد إلى معز الحاج علي، معز الحاج علي باهي الكرة يربع عبتهار، موجودة المخالفة مع الانذار، مع الانذار يرفع الحكم امامكم حكم المباراة توم ابو نجيل في وجه اللاعب اللي دخل اكرم بوراس اللي كان دخل مكان كيبري زينون. زوز تغييرات هجومية كما قلت للفريق الجزائري، دخول اكرم بوراس واسامة بن حوا مكان كل من كيبري جونيور. وهذه المحاولة الأخيرة تسال الورقة الصفراء، تسحق الورقة الصفراء يا أكرم بوراس في التدخل الأخير على معز الحاج علي. إنذار في وجه أكرم بوراس لاعب الفريق الجزائري، وهذه الكرة الأخيرة، هذه الكرة الثانية تدخل لموزيس أوردوبا على نفس اللاعب اللي تحصل على المخالفة اللي هو يدخل الكرة الأخيرة أكرم بوراس. هذه الكرة من مالك البلادي، التصويبة من بعيد نظرة في أكرم بوراس، تخرج تماس من جديد للاتحاد الرياضي المنسيري، الاتحاد الرياضي المنسيري قاعد يلعب خطوة خطوة، قاعد يلعب بتريث خطوة خطوة إن شاء الله دور المجموعات. وحيرة باتريس بومين اشتغل مع ديفير رينار مواطن الفرنسي كمساعد منتخب كوت ديفوار وقتها، والتتويج بكأس أمم إفريقيا، وأيضا ربحها مع المنتخب الزامبي كأس أمم إفريقيا ايضا 2012 مع المدرب ايرفي رينار، وكانت تجربه جزائريه في البطوله الجزائريه مع الفريق الغريم الفريق اتحاد العاصمه الجزائري وقت اللي كان ايضا يدرب فيه ايرفي رينار. يعني علاقه كبيره بين الفرنسي المدرب الفرنسي الشهير ايرفي رينار، كل ما يتنقل انه يكون معاه كمساعد ثم اصبح مدرب. وبصراحه بدايه باتريس بوميل الفرنسي كانت بدايته مش كمدرب، كان كمعد بدني بصراحة، ثم درج تدريجيا تدريجيا أصبح المدرب الأول، هو المدرب اللي بصراحة أهدى بطولة الجزائر بعد 14 سنة بالتمام والكمال عن آخر بطولة 2010، ربحها البطولة 2024، هو اللقب الثامن لعميد الأندية الجزائرية للكرة. والمخالفة يقول توم أبو نجيل الجنوب أفريقي، توم أبو نجيل ما زالت مباراة السوبر تنتظره نهار 27، مباراة مهمة بين الأهلي والزمالك المصري السوبر الأفريقي. ترجع الكرة أمام الحكم فيتو، مش الحكم الرئيسي للمباراة. هذه كرة من تقطع ما يلزمش تخسر الكرات يا موزيس كوما. زوغرانا يغير الكرة إلى حمزة مويلي، ونعيشي يرجع إلى محمد زوغرانا، زوغرانا بن خماسة، محمد بن خماسة، بن خماسة يلعب مع محمد زوغرانا. زوغرانا أربع أهداف الموسم اللي فات في البطولة وكاس، ثلاثة أهداف في البطولة وهدف في الكأس، وديفور ثلاثة تمريرات حاسمة الموسم الفارط مع مولودية العاصمة الجزائري. هذه كرة حذاري من هذه الكرات الفريق الجزائري، يلا صار على الهجمة موزيس الكوما، يعكس الهجمة موزيس، موزيس يطور الكرة يا موزيس، والله قاعد يخسر برشا كرات فريق الاتحاد الرياضي المنسيري بتاع هجمات معاكسة بتاع أهداف مش لعب. هذه كرة ترجع من جديد للفريق الجزائري، كرة في النظر، التصويبة من محمد زبرانة. كثيرة من محمد زوغرانا فوق مرمى الحارس، سلامات سلامات، هاي الكرة الأخيرة من محمد زوغرانا وجه لوجه، تصويبته فوق مرمى الحارس أحمد سليمان، سلامات على دفاع الاتحاد الرياضي المنسيري وعلى الحارس أحمد سليمان. هذه واحدة من محاولات كثيرة للإيفواري اللي كنت تحكي عليه، قدم مباراة كبيرة بصراحة محمد زوغرانا الإيفواري. شوف 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 يعني الصور، يعني كنت عليه الصور يعني
المدية على بلعبية الاتحاد الرياضي الفلسطيني. بصراحة عانت الجزائر كثيرا كثيرا من مثل هذه الحركات ومن مثل هذه التصرفات. ولعل ذكرت الكاميروني إيبوسي يعني تضرب وقت لاعب شبيب التقبيل، لاعب جيسكا كابيلي، لاعب فريق التيزي ويزو، نتذكر وقتها كيفاش فاجعة في الفاجعة بيعتبع الكلمة وقت توفى إيبوسي وقتها بحجرة حجرة في مباراة فين كنشوفوا في المفارقات ونشوفوا أيضا في الألعاب النارية ونشوفوا في الفروجيك ونشوفوا برشا حاجات. بصراحة هذه تنجم تضر من سلامة اللاعب على الملعب. هذه كرة ترجع من أحمد الجفيني، أحمد الجفيني والمخالفة، المخالفة يطالب بإنذار أحمد الجفيني. لا يقول توما بونجي مش مخالفة، هذه مش مخالفة، مخالفة بصراحة يا توم ابو نشير على اللاعب احمد الجفيني. ترجع على الكره من جديد للمولوديه، المولوديه بكل الطرق يحاول الوصول الى مرمى الحارس احمد سليمان. ثلاثه فرص بصراحه قاتله جدا ضيعها الفريق الجزائري، زوج فرص في الشوط الاول من محمد بن خماسه متوسط الدفاعي ضربت على العارضه، الكره الثانيه نتاع كبري جونيور ايضا في الشوط الاول اللي ضيعها قدام الشباك فارغه بعد تمريره من محمد امين بسوسه. وهذه الكره بصراحه ايضا الاختيار اللي جات لمحمد زقرانه منذ لحظات وجه لوجه مع احمد سليمان كورته فوق المرمى. سلامات على دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري، ان شاء الله الاتحاد الرياضي المنستيري فيه شويه، بدا مباراه ممتاز دفاعيا لكن ثم اخطاء قاعده تصير في الخلف ايضا قاعدين نخسروا في الكره برشا وقت نقطع الكره على الفريق الجزائري ونعكسوا الهجمه، نخسروا الكره فيسع فيسع وقت كنا نجموا نستثمروها ونجيبوا منها اهداف. على كل هذا التقييم الحالي للمباراه، مباراه اياب الدوره التمهيدي الثاني لكاس رابطه الابطال الافريقيه بين مولوديه الجزائر والاتحاد الرياضي المنستيري. هذه كره من اسامه بن حوا، بن حوا يرفع الكره يرجعها محمود غربال، غربال اسامه بن حوا، بن حوا يرجع الكره من جديد محمد رضا حليميه، يرجع الكره الى محمد زقران. افضل عنصر بصراحه في المباراه محمد زقران الايفواري في كل مكان في الملعب. محمد زقران قاعد ياخذ الكره، قاعد يخلق الحلول وقت اللي غابت الحلول على زكريا العيشي. نعرفوا سحب التمريرات الحاسمه يعني 8 تمريرات حاسمه الموسم الفارط لزكريا العيشي مع فريق مولوديه الجزائري. محمد زقران قاعد هو اللي يخلق في الاختر، هو اللي قاعد يخلق في التمريرات والا بالفرص اللي قاعد يضيع فيها محمد زقران. هذه كره ومن جديد لاسامه بن حوا يتحسن على مخالفه. اسامه بن حوا سجل حضوره في لعبه الابطال الافريقيه من خلال تدوين اول اهدافه مع مولوديه الجزائر في لعبه الابطال الافريقيه، كان في مرمى وتانجا الليبيري في اياب دور التمهيدي الاول مسابقه كاس لعبه الابطال الافريقيه. كملونا 23 دقيقة لعبية الاتحاد الرياضي المنستيري، كل الأنصار اللي وراكم تابع فيكم، كل تونس تابع فيكم إن شاء الله دور المجموعات. تنجو على منويل الترجي في كأس رابطة الأبطال الإفريقية، على منويل السي إس إس في كأس الكونفدرالية الإفريقية. هذه كرة ولا مخالفة من محمد رضا حليمية، يرفع الكرة ترجع الكرة من جديد محمد زقرانة، الكرة قاعد يخلق الحلول يمين يسار، زقران يدخل مناطق الجزاء، تدخل من مالك الميلادي، يا توم بونجي، يكون المخاف وسط احتجاج، بلعبية الاتحاد المنستيري الشهيد فرس السلطاني، حازم المسلولي موزيس أركوما. شوف التصرفات قاعد يأثر برشا بلعبية مولودية الجزائر على المباراة، لأنه الاتحاد الرياضي المنستيري قاعد بصراحة يقدم في مباراة كبيرة. شنو ذنب الاتحاد الرياضي المنستيري وقت اللي قدم مباراة كبيرة؟ شوفوا في التصرفات يعني من يعني الألعاب النارية، وتشوفوا ورا حارس المرمى، حارس المرمى أحمد سليمان، شفنا لقطة من بكري ولقطة أخرى كانت قبل المخالفة هذه، ولا الصورة هذه اللي قاعدين نشوف فيها وقبل التدخل هذا من أيوب غزال على موزيس أركوما. يلزم الحكم توم أبون جيل ياخذ المباراة أكثر جدية، لأنه بصراحة نشوفوا في تدخلات عنيفة من لعبية الفريق المولودية الجزائر، نشوفوا أيضا في التصرفات اللي قاعدة تقوم بها جماهير الشناوة
من على المدرجات على ملعبية الاتحاد الرياضي المنسير وإلقاء الشماريخ، يلزم ياخذ الأمور بأكثر جدية. توم أبو جيل 69 دقيقة لعب 0-0 في حوار المغاربي، الديربي المغاربي بين مولودية الجزائر والاتحاد الرياضي. المنسير توم أبو جيل ينبه على الجدار الدفاعي للاتحاد الرياضي المنسير، والحوارات مازالت متواصلة بين ملاعبين الاتحاد الرياضي المنسير وأيضا مولودية العاصمة الجزائرية. أو جافيلي وميسوسا، أحمد جافيلي محمد أمين ميسوسا قاعدين يستفزوا ملاعبية مولودية الجزائر، ما يلزمش يتيحوا في هذا الفخ ملاعبية الاتحاد الرياضي المنسيري. شوف التدخل من أيوب غزالة، أيوب غزالة فما الحكم، فما الحكم هو اللي قرر مش أيوب غزالة، أو قاعد يحتج أيوب غزالة بين الفينة والأخرى، قاعد يستفز في ملاعبية الاتحاد الرياضي المنسيري. المخالفة في انتظار التنفيذ، وهذا الحوار الآخر من موزيس أوركوما، موزيس أوركوما قائد الاتحاد الرياضي المنسيري. وهذا جانب من الحضور اللي حاضر على مدرجات الشهيد علي عمار في أول مواجهة رسمية لمولودية الجزائر على هذا الملعب. وهذه المخالفة، المخالفة من زكريا العيشي في تنفيذ المخالفة المولودية. زكريا العيشي يرفع الكرة، ترجع الكرة طويلة، الكرة
لأحمد سليمان إلى ريان عزوز. ريان عزوز يرجع الكرة تقطع بسرعة للفريق المولودية اللي قاعد ينوع في عمليته في هذه اللحظات. الكرة إلى أحمد سليمان. أحمد سليمان يلا الاتحاد الرياضي المنسيري هدف راهو ينجم يقلب الموازين، وينجم الاتحاد الرياضي المنسيري من خلاله يتمكن من المرور إلى دور المجموعات ويسهل بقية المباراة، لأنه واحد واحد يصبح مطالب بزوز أهداف أخرى الفريق ثلاثة أهداف الفريق الجزائري حتى يمر، يعني يلزم يربح 3-1 لو يسجل الاتحاد الرياضي المنسيري باش ينجم يمر فريق المولودية. تو جانب من الجماهير بصراحة جماهير كبيرة معروفة في الجزائر. هو التصحيح كلامي أنا، هو طلع الصحيح سكران هو اللي خرج ودخل بايزيد. لغاية شاهدت خروج محمد سكران بايزيد، إذا مش مكان طيب المزيري، مكان محمد سكران. هذه الكرة والهدف الأول اللي كان سجله زكريا العيشي، وهذا أول أهداف المباراة وأول أهداف فريق مولودية الجزائر على هذا الملعب، ملعب الشهيد علي عمار في مدينة الدويرة الجزائرية. الكرة ترجع من جديد إلى أسامة بن حوا. بن حوا محمود غربال، غربال يرجع الكرة إلى أحمد الجفالي. أحمد الجفالي يعطيني الصورة، الكرة ترجع من جديد لزكريا العيشي. صعب المحاولة زكريا العيشي، كنت قيمة كبيرة برشا في الفريق المولودية، كان سجل 12 هدف الموسم الفارط بصراحة، 11 هدف كانوا في البطولة وهدف في الكأس وفي فورهم، 8 تمريرات حاسمة، قيمة كبيرة برشا لهذا اللاعب زكريا العيشي كيف محمد سكرانة. وأيضا حكيت على أيضا سفيان بايزيد اللي دخل أيضا يزمر الدبان بهذا الواجب، عنده أيضا رصيد لاباس به من الأهداف، سجل 10 أهداف موسم الفارق مع المولودية. ترجع للكرة طويلة تصوش إلى سفيان بايزيد، ترجع للكرة في بس الثاني كيف ما رايت التسلل موجودة بصراحة، رايت التسلل موجودة، رايت التسلل بعد رفع الحكم المساعد الأول، رايت التسلل موجودة على لاعب مولودية الجزائر، تشويهة كبيرة تصنعها جماهير مولودية الجزائر. هاي الكرة الأخيرة تصوتش إلى زكريا بايزيد سفيان اللي صوب والراس بالراس أخذها زكريا العيشي، لكن الحكم توم أبو جيل موجود التسلل، موجود التسلل على زكريا العيشي. ترجع الكرة من جديد الاتحاد مؤسس الكبار لأحمد الجفالي. أحمد الجفالي في حوار مع حمزة موالي، حمزة موالي يخدع الكرة، ترجع الاتحاد الرياضي المنسيري. 18 دقيقة أخيرة، كيف سيكون حالها بالنسبة للمولودية الجزائر وبالنسبة أيضا للاتحاد الرياضي المنسيري؟ قادر الاتحاد الرياضي المنسيري يمن نفسه أكثر في الهجوم، قادر يسجل الاتحاد الرياضي المنسيري. التماس طويل باتجاه حازم المسوري، يرجع من جديد إلى محمود غربال. محمود غربال يأخذها مدافع الجزائري زكريا العيشي، يربح المخاطفة، مباراة كبيرة قدم فيها ثنائي العيشي زكريا وأيضا محمد سكرانة، ودور كبير أيضا في وسط الميدان في الربط بين الدفاع والهجوم لمحمد بالخماسة الثلاثي. هذا قدم صراحة مباراة كبيرة من جانب مولودية الجزائر، في حين الاتحاد الرياضي المنسيري ممكن يكون شوية على أنه ما مشاش أكثر من الهجوم. جانب من الجماهير المولودية حاضرة على مدرجات ملعب الشهيد علي عمار، وكيل منتشي بالهدف اللي كان سجله زكريا العيشي. الكرة طويلة إلى أحمد الشافيلي، الشافيلي والمسوري، أحمد الشافيلي ياخذ الكرة يقطعها محمد بن خماسة إلى أسامة بن حوا، ما توصلش الكرة إلى فابريس زيكي، زيكي ترجع الكرة إلى أحمد سليمان. إلى حد الآن واحد بليش مازالت حظوظ الاتحاد الرياضي المنسيري، مازالت حظوظ وافر للمرور إلى دور المجموعات، لأنه بهذه النتيجة لو يكمل الاتحاد المنسيري المباراة لأنه سيتم المرور إلى ركلات الترشيح. قادر الاتحاد الرياضي المنسيري في ركلات الترشيح المرور، وإلى عنا سيناريو آخر يسجل هدف يكون سم قاتل، سم قاتل في دفاع وفي شباك الحارس توفيق موساوي حارس مولودية الجزائر. ترجع الكرة من جديد المولودية، الكرة من اليمين
الى اللعبه اللي دخل قلت اسامه بن حوا. بن حوا يرفع الكره، شاهد في بن حوا شاب يتحرك يمين يسار، مره تشوفه على اليمين مره تشوفه على اليسار. اسامه بن حوا امامكم على الصوره اللي كان دخل هو اكرم بوراس، زوز لاعبيه بصبغه هجوميه قاعدين يقلقوا برشا في دفاع الاتحاد الرياضي المسيري. وهذا الدخول اول تغييرات الاتحاد الرياضي المنستيري، يخرج شاهد في احمد الجفيري، احمد الجفيري يخرج يدخل لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري. هذه كره ترجع من جديد الاتحاد من جديد، يدخل مالكوم الحميدي، مالكوم الحميدي هو اللي دخل مكان احمد الجفيري. المنتدب الجديد الاتحاد الرياضي المنستيري كراء النقطة، محمد الساحلي يعرف سرعة مالكوم الحميدي لاعب المنتخب الوطن التونسي الأصغر، مشاهدناه في دورة شمال افريقيا في كذا قداش مرة سجل أهداف، ينجم لاعب عنده الفيتيس، أيضا عنده البويسونس، أيضا سريع في الهجوم، ينجم يعطي الحلول الهجومية والإنذار، يرفع الحكم تومبا بوتشين في وجه وزاسة كوما بعد التدخل هذا الأخير على سفيان بايزيد مهاجم فريق مولودية الجزائر. سفيان بايزيد واحد ايضا من الاسماء اللي سجلت حضورها مستمر التهديفي مع فريق مولودية الجزائر في رابطة الابطال الافريقية هذا الموسم، سجل في برما وطنقا الليبيري في مباراة الاياب. ثلاث بلاش اهداف سفيان بايزيد اسامة بن حوا، وثلاث بلاش الذهاب في على ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر، بلاش وقتها كانوا اهداف زكريا دراوي وكبري جونيور، يعني اربعه خمسه لاعبيه مختلفين سجلوا اهداف الفريق الجزائري في الدور الاول تمهيدي اول ودور تمهيدي ثاني. ترجع الكره محمد رضا حليميه في نفذ التماس للفريق الجزائري باليمين الظهير الايمن وزيز الكبار الجزائري. شاهد في رقم 27 اسامه بن زله، اسامه بن زله قلت هدف قاتل وقاتل جدا، لكن ما زالت الحظوظ وافره في السبع دقائق هذه. كان يسجل الاتحاد الرياضي المنستيري يمر الاتحاد الرياضي المنستيري، مش علاش محمد الساحلي ما يدفعش باكثر من لاعب في الهجوم، العب الكل في الكل في هذه اللحظات لانه يلزمك تسجل هدف، هو الطريق الوحيد للمرور الى دور المجموعات. كان عندك طريق واحد انه تنجم تمشي ركلات الترجيح لو تنتهي المباراه بهدف مقابل صفر لفريق مولودية الجزائر، لكن بالاتجاه هذه ما فماش ركلات ترجيح
فما هدف واحد كان يسجله الاتحاد الرياضي المنسيري يمر الى دور المجموعات. توم ابو نجيل يتوجه الى محمود غربال، ممكن باش يغير الكره او باش يعمل عمليه اسقاط. الحكم توم ابو نجيل هاو يرجع الكره الى موسيس اوركوما. اوركوما يلعب الكره مع فرات السلطاني الى مالك الميلادي. 6 دقائق نجم تدخل الاتحاد الرياضي المنسيري في تاريخ رابطة الابطال الافريقي، مازال ما تلعب حتى شيء، هدف فقط يرجع الاتحاد الرياضي المنسيري، يرجع الاتحاد ويرجع انصار الاتحاد اللي تحولوا بصراحه بعدد غفير الى الجزائر قرابه 3500 مناصر. بصراحه يستحق الاتحاد الرياضي المنسيري المرور الى دور المجموعات، لكن بهديه الى هذه اللحظه فريق المرديه واللي يتاهل. والانذار مره اخرى يرفع الحكم في وجه حازم المستوري، كانه توم ابو نجيل. توم ابو نجيل هاو امامكم اللقطه موجوده بصراحه هي في الصوره من حازم المسوري على ايوب عبد اللاوي، ولو انه ايوب عبد اللاوي تيره المباراه وهو قاعد يستفزف بلاعبين فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. شوف 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 الاستفزاز اللي قام به المدافع المحوري اللي قلت نبهت عليه، توم ابو نجيل لازم يشوف اكثر، لكن لا غرب الحكم يشوف يخطا الاتحاد الرياضي المنسيري وما يشوفش اخطاء مروديه الجزائر، ولو انه الاهداف بصراحه والامانه اهداف كانت واضحه ما فيهاش كلام للفريق الجزائري. 2-2 هدف اول كان سجلوا عبر مخالفة زكريا نعيجي، والهدف الثاني كان سجلوا بخطأ ضد مرميه موسيس أوركوما. هاو مالكم من زلة من ناس، لا هو باش يدخل تنشوفوا مكان من أسامة من ناس، لا باش يدخل مكان سفيان بايزيد اللي دخل، لا مش سفيان بايزيد، تنشوفوا التغيير. على كل هو تغيير قادم في صفوف الفريق المولودية، فريق مولودية الجزائر اللي قلت عنده تتويجات بكأس رابطة الأبطال الأفريقية. أول تتويج كان عام 1976 وهو أول لقب قاري يدخل للجزائر من بوابة مولودية الجزائر، يعني بالجيل التاريخي لبن شيخ زنير وأيضا بتروني وباشي، اسماء كبيره تبقى خالده في اذهان انصار المولوديه، وخروج معز الحاج علي ودخول اياد الحاج خليفه وشاهد في لؤي الترايعي ايضا باش يدخل مكانه. امامكم يتحسر معز الحاج علي بصراحه بالمستوى اللي قدمه في مباراه الذهاب، خاصه وهذا دخول انس بعطين. تمنينا التغييرات هذه تكون قبل يا محمد الساحلي مدرب الاتحاد الرياضي المنسيري. انس بعطين عنده السرعه واياد الحاج خليفه عنده حس التهديف، التغييرات هذه تكون قبل من المدرب محمد الساحلي. ودخول منازلة أمامكم، منازلة والإنذار قاعد يضيع في الوقت. زكريا نعيشي صاحب الهدف الأول لفريق مولودية الجزائر من كرة ثابتة، يخرج زكريا نعيشي ويدخل مكانه منازلة. هذه التغييرات الفريق الجزائري تقريبا قام بأكثر من تغيير المدرب الفرنسي باتريس امير بوميل. الكره ترجع من جديد للفريق المولودي اللي حاول في هذه اللحظات انه يضيع الوقت اكثر من اكثر وقت ممكن، لانه زوز دقائق كوقت تفصلنا على نهايه الوقت الاصلي عن المباراه. واو شاهدوا تضييع الوقت من جديد، واو الانذار للفريق العاصمة الجزائرية. يرفع الحكم توما منجيل في وجه الحارس توفيق موساوي، بعد نشاهد في الصور ايضا في الصور الامنية على مدرجات الجنوبية بين الامن وايضا انصار الفريق الجزائري. الشناوي انصار الشناوي المرتدية، هذه كرة طويلة ترجع من جديد طويلة في يد الحارس احمد سليمان. احمد سليمان هذا ما يمنعش الاتحاد الرياضي المنسيري يقدم مباراة ذهاب. ممكن الاتحاد بدأ مباراة كبيرة برشا خاصة في الشوط الأول تكتيكيا، لكن الشوط الثاني بالتغييرات اللي قام بها باتريس بوميل، تغييرات هجومية مع الضغط مع الأجواء اللي موجودة على المدرجات وعلى الملعب والاستفزاز من لاعبية مولودية الجزائر، ممكن عوامل أثرت نوعا ما على لاعبية الاتحاد الرياضي المنسيري، ولو أنه مازالت دقائق أخيرة قد تأتي بالجديد الاتحاد الرياضي المنسيري. الكرة ترجع من أكرم بوراس،
فراس، الكرة ترجع لزيكي، زيكي الكرة إلى نس بوعطي، يطور الكرة وتسجل حازم المسوري، يلا الكرة الثانية يد الحاج خليفة، يد الحاج خليفة موسيس كوما، إلى الكرة ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري، طويلة من فرة السلطاني، السلطاني يريد المباخذة للاتحاد الرياضي المنستيري، التصويفة من ريان عزوز، التصويفة من ريان عزوز في الركنية. لمسة الدفاع الفريق مولودية الجزائر، الكرات الثابتة كما تلتقى الاتحاد الرياضي المنستيري في الهدف الأول من الكرة الثابتة، شانا بالكرة الثابتة تلتقى فريق مولودية الجزائر، هاي تصويبة من ريان عزوز تضرب في محمد الخميسة، تخرج ركنية وكرة ثابتة، نشوف المرة إلقاء القوارير من جماهير وأنصار فريق مولودية الجزائر بعد إلقاء الشماريخ، تو إلقاء القوارير، هذه الركنية من محمود غربان يطلع بالراس كي ياخذ الكرة أنس بوعطي دون صوب يا أنس، أنس بوعطي في مرتبة الجزائر المولودية، أنس بوعطي يريد التوزيع مع كرم بوراس، كله بالعبيط الفريق المولودية يرجعوا إلى الدفاع وتأمين النتيجة 2-2، ويلزم أيضا مهاجمي الاتحاد الرياضي المنستيري، والعبيط الاتحاد المنستيري ما عندك ما تخسر، ريا بيرل تتقنية يلزم الكل، لأنه هدف يعطي الترشح للفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، 5 دقائق كوقت بديل يرفعها الحكم الجنوب افريقي توم ابو نجيل، توم ابو نجيل يصفر يقول مخالفة لفريق مولودية الجزائر، ممكن نعبر خبرة الفريق الجزائري امام جماهير واكيد جماهير كبيرة، وايضا تحية احترام كبيرة لجماهير الاتحاد الرياضي المنستيري، انتقلت تقريبا في تنقل تاريخي يذكرني بالتنقل اللي تنقل به فريق الاتحاد الرياضي المنستيري وجماهير الاتحاد المنستيري الى ستيف، لكن في اطار مغاير في ربع نهائي دوري ابطال العرب في 2009، 1-1 في بن جنات و3-1 خساره ضد وفاق ستيف في فريق الستايفي اللي عنده مليك زرقان، مليك زرقان واحد من اللاعبيه اللي كانت تشاهد الملاعب التونسيه على فنياتهم وروعه اهدافهم مع الاتحاد الرياضي المنستيري، كيف وكيف محمد جميل بالعابد من الاسماء الجزائريه الخمسه ازياء الاتحاد الرياضي المنستيري، عبد القادر بوتيش مع بوزيان وايضا عبد الحكيم ام قران، هذه من الاسماء الجزائريه الخمسه ازياء الاتحاد الرياضي المنستيري، ترجع الكره من جديد للاتحاد، يلا دقائق اخيره، ذكروا ايضا توفيق العديدي واحد ايضا من اللاعبين الجزائريين جاو من مولودية الجزائر الاتحاد المنستيري، هادي بالعميري توفيق زراره، هذه الاسماء الخمسه تزيير الاتحاد المنستيري، يلا دقائق اخيره، اياد الحاج خليفه، اياد الحاج خليفه الى ايوب عبد الناوي، ايوب يعاود يقطعها الاتحاد المنستيري يضغط في هذه اللحظات، لو كان لعب اكثر من 20 دقيقه او اكثر من 30 دقيقه الاتحاد المنستيري بهذه الطريقه ترجع الكوره، لكن الواقع واقع اخر، الوقت اللي مسك بزمام الامور فريق المولودية سجل الثاني تراجع الى الوراء في هذه الدقائق الاخيره، في دقيقة وقت بديل قاعدين نلعبوا والحكم اعلن 5 دقائق، مازالوا 3 دقائق على نهاية المباراة، محمود غربال والتدخل من اسامة بن حوا التماس يتلعب بسرعة للفابريس سيجي، يلا كلهم لاعبين الاتحاد المنستيري ينزلوا قدام، مالك الميلادي إلى فرة السلطاني، السلطاني الكرة ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري، مازال تقطع الكرة وهجمة معاكسة من سفيان بايزيد، بايزيد يرجع الكرة إلى أسامة بن حوا يرجعها إلى بايزيد، فما كرة ثانية دخلت الملعب، أسامة بن حوا إلى بايزيد، والحكم هذا يا حكم توما بنجيل يصفر ضربة جزاء، كيفاش تصفر ضربة جزاء وقت فما كرة ثانية موجودة دخلت للميدان وهذه بصراحة لا تستحق ضربة الجزاء، الحكم توم أبو نجيل يحب يطمن فريق المولودية بكل الطرق، سفيان بايزيد أو الكرة والتدخل من دفاعي من فريق الاتحاد الرياضي المنستيري على سفيان بايزيد يصفر ضربة جزاء، توم أبو نجيل مس الكرة موجود لمس الكرة من دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري، والحكم توم أبو نجيل عنده رأي آخر يقول فما تدخل على سفيان بايزيد يتحصل على ضربة جزاء قبل نهاية المباراة بدقيقة،
وتضيع الوقت من جديد. بصراحه مباراه تحكمت فيها برشا ظروف وبرشا معطيات، ولو انه اهداف الفريق الجزائري كانت واضحه ولا لبسه عليه، لكن ثم تصرفات قتلت المباراه، سواء من الحكم سواء من الجماهير الحاضره الموجوده في مدرجات ملعب الدويرة، ملعب الشهيد علي عمار، علي لابوانت في بديت الدويرة الجزائر. وهذا جانب من انصار الورودية. شوف الصور، قلت الصور هذه تقريبا بديت مع الشوط الثاني، وقت اللي فيه الشوط الاول 0-0، بكل الطرق حاولت انصار الشناوة وانصار الورودية انهم يغيروا، انهم ياثروا على ملاعبية الاتحاد الرياضي المنستيري وسط هذه الأجواء الصعبة والصعبة جدا في أول واجهة رسمية يخوضها فريق بلودية الجزائر أمام أنصاره. ولكن الحكم لم ينتبه، يعني منذ بداية الشوط الثاني الحكم توم أبو الجيل، هذا الحكم توم أبو الجيل الجنوب الأفريقي اللي باش يصفر مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك المصري والأهلي المصري كحكم رئيسي في الفار وإدارة التحكيم الرئيس الشلماني الليبي لهذه المواجهة. شوف الصور يعني تتكرر أكثر من مرة، شاهدناها ثلاثة أو أربع مرات، شاهدنا أيضا لقاء الشماريخ، لقاء القوارير، ولكن الحكم الجنوب الأفريقي لم يحرك له ساكن بصراحة. أجواء حكمت بصراحة في هذه المباراة، مباراة على كل الاتحاد الرياضي المنستيري يكفيه شرف المشاركة في رابطة الأبطال الأفريقية، واحد من الفرق أكيد اللي عندها دور كبير وعندها باع وذراع الاتحاد الرياضي المنستيري، أكيد أقل إمكانيات بكثير من فريق مولودية الجزائر. وقف المولودية في ملعب حمادي العقربي برادس، وأيضا وقف المولودية خاصة شوط كامل في الشوط الأول، لكن التأثيرات والأجواء هذه بالأكيد أكيد سيكتسب أكثر الخبرة الاتحاد الرياضي المنستيري في قدم المواعيد هذه مقابلته 24 على المستوى القاري في كافة المسابقات الإفريقية، نحكي على رابطة الأبطال الإفريقية والكونفدرالية الإفريقية، وأيضا بمختلف أدوارها الاتحاد الرياضي المنستيري كان ربح برشا مباريات، ربح فرق حتى الفوز في 12 مناسبة بالانتصار الأخير على فريق المولودية ذهابا، كان حسب فرق فصيل اثيوبيا لطرابلس الليبي رجاء المغربي ناخذ بركان جيش رواندي اي سي بي تشادي يانغ افريكانز مازيمبي كونغولي ريال باماكو ومولودية الجزائر، وتتعطل مرة أخرى المباراة بسبب الأجواء اللي قاعدة تقوم بها جماهير مولودية الجزائر بصراحة. كل مرة شوف قاعدة تبقي في الشماريخ، قاعدة يعني تأثر على نتيجة المباراة، قاعدة أيضا بصراحة تقوم بتصرفات لا تليق كل مرة في هذا الدورة التمهيدي لكأس رابطة الأبطال الأفريقية، الدورة التمهيدي الثانية هاي الصور مباشرة قاعدة تشاهدوا فيها على القناة الوطنية الثانية. وزلنا في انتظار تنفيذ ضربة الجزاء من جانب الفريق الجزائري، تنفيذ ضربة الجزاء نبه توم أبو الجيل، نبهتش على قائد الفريق وقت اللي يلزمو ينبه على الجماهير ويتوجه الجماهير للأنصار المولودية، تنبه على ملعب الاتحاد المنستيري وهذا أمامكم على الصورة. تنفيذ وتصدي ممتاز، التصدي ممتاز جدا لأحمد سليمان لضربة جزاء فريق الجزائري، ضربة جزاء ضايعة وأمامكم الصورة الأجواء. شوف أثروا بالغاز اللي موجود قنابل المسيلة للدموع في هذه الآونة، يعمل الحكم توم أبو الجيل بصراحة على نهاية المباراة. الجنوب الأفريقي بصراحة عمل كل شيء في هذه المباراة، صفر مباشرة نهاية المباراة، وضربة الجزاء الضايعة كانت من زلة اللي كان ساحب المحاولة الأخيرة، وضربة الجزاء ضايعة، والتصدي كان من أحمد سليمان. على كل الاتحاد الرياضي المنستيري يبقى اسم عالي واسم عسي جدا
على الفريق الجزائري مولودية الجزائر يحاول بكل الطرق بصراحة يربح هذه المقابلة بالتأثير من جماهيره بالحكم اللي أثر برشا في المباراة. وتشوفوا في الصور مباشرة قاعد يجيكم من ملعب شهيد علي عمار بالجزائر، لكن هذه لا تفسد العلاقات التونسية الجزائرية. لكن بصراحة مشاهد يندى لها الجبين بصراحة، بكل قوة حاب يربح فريق مولودية الجزائر على كل حظ اوفر لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري وحظ موفق لفريق مولوديه الجزائر الوصول الى دور المجموعات. هكا وصلوا الى نهايه مباراه الاتحاد الرياضي المنستيري ومولوديه الجزائر. مشاهدينا الكرام، الى اللقاء غدا مع مباراه الاتحاد الرياضي المنستيري وايضا مباراه الملعب التونسي عفوا والاتحاد العاصمه الجزائري في اطار الكونفدراليه الافريقيه. فبالتوفيق للفريق الملعب التونسي.